قلب على الباب. مين؟ نحن دورية الدرا. افتحوا الباب بسرعة أحسن ما نكسره. بس نحن حرمات يا أخي، لحالنا بالبيت وما عندنا رجال. بعد هيك لا متخبط شوي، هذا البيت بيتي. افتح الباب. نحن ما مخبين حدا ببيتنا. عم أقول لك افتح الباب وبس. ليش بدكم تفتشوا البيت؟ عم ندور على حرمة ملاحقة. بس في حريم بالبيت يا أفندي. إيه طمن، معنا حرمة حتفوت قبلنا. استغفر الله العلي العظيم من كل ذنب عظيم. بدك تشرف معنا يا بشير. لوين بدي اشرف معكم؟ يعني لوين؟ على التحقيق. رح نسألك كم سؤال تجاوب عليه ونخلي سبيله. لا سيدي ما حذرت، فتوا وفتشتوا ما لقيتوا شيء. ليش بدكم تاخذوا ابي؟ مزبوط، ابو بشير ما له عمل شيء. ليش بدكم تاخذوه؟ ها ولا الشغله تبلي؟ شو الشغله تبلي؟ يا جماعه يا جماعه صدقوني، نحن بدنا نساله كم سؤال ونرجعه لهون فورا. شيخي اذا بتحب تفضل رافقنا. تفضل رافقكم. ليش لا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يلا يلا يا شباب، يلا على شغله. صدت على خير. يلا عمي يلا يلا. لا تاكل هم عمي بشير، لا تاكل هم. أكيد الله يحييك. الله معك عمي. ولين عمي؟ تفضلوا. الله محيي قصتك يا صاحبي. بشير من بعد إذنك بدي فوت اطمن على هدى، رجع على بيتها. على المحاضي لو تعرفي شو صار فيها لما سمعت انه اجوا رجال الدرك واخذوا ابن عمها. نزلت عليها الخبريه مثل فراق الوالدين، غط على قلبها وصفرنه وما فيقناها الا وحدا اخو حدا. يبعث لهم حمه تسلق نافوخهم سلق الهي. هنن اللي لفقوا التهمه لابو حاتم، ما في غيرهم. شو بدنا نعمل يا سعاد خانوم؟ المكتوب ما منه مهروب. هدول رجال الدرك ما بيخافوا الله، بيعملوا يلي بالدنيا، ما حدا بيسترجي يقلن به. بقيموا طاقية هاد بيحطوه على رأسها. إذا صار شيء لا سمح الله لأبو حاتم، رجال حارة الضبع رح يساعدوه ويوقفوا جنبه. مزبوط. خيرية شبه اللي ساعة قاعدة هون ما سمعت لك صوت، شو صاير لي؟ شو بدك يعني أحكي خالتي أمزكي؟ الواحد يضل ساكت أحسن له. قلك الصراحة معك حق، هذا الكلام ما بيفيد أبداً. إلهي وسيدي ومولاي، يرجيني بهالظلام يوم قادر يا كريم. آمين يا رب العالمين. عم يجيكم شي إخبار عن معتز؟ لا والله. تفضلي خالتي. إيه الله يزيد فضلك يا دلولة، إن شاء الله بيسلموا هالإيدين يا حق. تسلمي، تفضلي خيرية. تسلمي دلولتي. ليكون عم تتعبي حالك زيادة ها؟ لا خالتي، يعني بس عم حس بشوية مغص الصبح. ايوه هذا عادي، كل الحبالة بيحسوا بمغص، بس ما يكون في شيء تاني. ايوه برني هذا عيسان. ما له بالعادة يجي بهيك وقت، ليش اجا؟ ما بعرف. يا مو لا تفوت، عنا ضيوف. لا لا تقبريني، خليه يفوت، أنا مالي غريبة. فوت قبرني فوت. يلا فوتي هدى، حطي أغراضك جوا، بدنا نضل عند بيت أمي لبين ما تهدى الأحوال. أهلا يا هدى، تقبريني. أهلا وسهلا. اهلا متعم. فوتي يا مو. لا يا مو عندي شغل، هي جيتي من عند بيت عمي ابو بشير، جبت لك هدى مثل ما طلبتي. يا الله يرضى عليك، عمل زينة العقد تقبرني. شو بدي اقول لك يا مو؟ قول تقبرني. اجانا خبر من الغوطة، معتز صار هنيك، اطمني. يا الف الحمد لله، الف الحمد لله يا ربي، تقبر قلبي يا ربي. رضا يا مو. الله يرضى عليك، الله يرضى عليك. تعي يا مو. شفتي لي ريقي، عم اقول لك اطمني، حطي ايديك ورجليك بمي باردة، واخي معتز بخير. ايه الحمد لله تقبرني. القهوة ابن عمي. سلموا هالإيدين يا هدى. وإيديك يا مرت عمي، أنا رايحة أساوي لكم كسر السفرة. إي الله يرضى. ليه دول تعي لهو، بدي إياكي تحوصي بشغل البيت كله، وما بدي أمي تمد إيدي على شغلة، فهمتي؟ آه إيه، بس أنا حب لابن عمي وبخاف الشغل يأثر علي. إيه لا ستي ما بكي شي، ما شاء الله حولك وحواليكي، ليكك مثل القردة عم تطبطي على الأرض ما عم تحطي. أنا مثل القردة ابن عمي. قصده حبيبتي إنه ظهرك قوي وحبلك كامش إن شاء الله. امي الملاف السعاده ولي على قامتي عليك. لك امي والله هدى طيبه ودرويشه، ما بصير تحكي معها الحكي. الظاهر يا مو اني دللتهم ودلعتهم كثير، هي ولطفيه. معلش خليني فرجيهم العين الحمراء والمرجله عن حق وحقيقي. يو
والواه الواه يا مو هلا يا مو المهم هلا كيف اختي دلال؟ منيحه تقبرني منيحه. بتديري بالك عليها اختي دلال هلا بالعده لتلال، ما بدي اياها تنكشف على الهواء الطاير، ما بدنا حدا يجيب معدلنا بالعاطل يا مو. ان شاء الله بتطلع على قبري، ذكرتني بابوك الله يرجع لي اياه بالسلامه امين يا اخ. صدقيني يا ست الكل، من يوم اللي دريت انه هو عايش وما مات حاسس حالي طاير من الفرح وما حدا قدي، وعم بستنى الساعة اللي يرجعنا فيها. تقبرني إن شاء الله. ما عرفتوا لي وين أراضيه، وين محبوس؟ طمني معصام طمني، أخي معتز رح يسأل ويدقدس ويعرف وين محبوس، وساعتها رجعته ما بتاخديها غير من هالشوارع. إن شاء الله. حمو مين هيك عم يدق علينا الباب؟ شوف مين تقبرني. يلا جاي جاي. يا لطيف يا لطيف الطف يا رب. ريم أهلين بشوكت شلونك؟ والله الحمد لله، أنت شلونك؟ أحسوب شواربك يا طيب. رحلو لك شو هاد يا أب سعيد؟ شو هاد؟ صاير عم تحكي كلام أكبر منك، لا تكون عم تقعد مع أبوك بالقهوة. لا ما عم بقعد، بس أنا بضاي مثل خالي معتز. أيوة مثل خالك معتز، ليش نحن مو عاجبينا؟ قلي هلا شلون الكتاب معك؟ ليش ما بتعرف إنه حفظ صورة البقرة كلها؟ شو هالحكي يا أب سعيد؟ من حقها؟ عملك حفظتها كلها شو مانك مصدقني؟ ليك؟ ايه ما حكيتك شي يا ابو سعيد، مصدقك مصدقك. الشاي ابن عمي. يسلموا ايديكي، وين امي ودلال وبوران؟ ما يجوا يكسوا السفره معنا؟ قاعدين جوا بالاوضه ابن عمي. صبي لي شاي مرت خالي. ايه تكرم عيونك حبيبي بس ليبرد شوي. مو غريبه جيت بوران من على بكره الصبح؟ والله غريبه. ولا سليم؟ امك وابوك متخانقين شي؟ لا وشو؟ جايب العريس ما بنعرف عنه شي، قال قايل له عنه شيخ سليم بالكتاب. لك بنتي لك بنتي ليش مكبر الموضوع؟ هي كلياتنا تجوزنا صغار. ليش انتي ما تجوزتي عمرك 16 سنه دخلي؟ مزبوط يا مو، انا تجوزت بنت 16 سنه بس مو بعمر 12 سنه. هديه لساتها صغيره وجوازتها هلا حرام. يا مو بوران معها حق، هديه لساتها صغيره. يعني صحيح انت تجوزتي صغيره وبوران وستي، بس هذا غير زمان. اي والله بنت 12 سنه ما بتقدر تحمل مسؤوليه على كتافها. انا مالي شايفه فيها شيء، البنت اولتها واخرتها لبيت جوزها. المهم انت ما تخلقي مشاكل مع جوزك. يو عجبك دلال؟ طلعت انا الغلطانه، قال انا جيت اشكي لهمي كمان. لك يا حبيبتي يا حبيبتي شو بدك تعملي؟ قال فالج لا تعالج، إذا البنت عنا هيك بتكون لعبتها بإيدها وعم تركض وتنط بأرض الديار، وفجأة بيمسكوها بيزتوها ببيت جوزها بدون حتى ما يسألوها. يعني شو بدي أعمل هلأ؟ إذا سايرته وخليته يعمل اللي براسه رح يجوزها للرجال ما بنعرف عنه شي. ولك خيري يحكي لك كلمة. شو بدي أحكي؟ أنا شايفة إنه كل شي عم تعمله بوران على الفاضي. على الفاضي؟ ايه على الفاضي ام سليم. يعني شو ما عملتي شو ما حكيتي يلي براس جوزك بده يعمله، ان قلتي ايه وان قلتي لا. دلال اعطيني غطاك بدي اطلع لبرا. لا حول ولا قوة الا بالله. شرفي عتز.